الراديو 90-90 هواها مصري. أخبار الأربع. خلينا نقول خبر تاني عشان في ناس بعد تسأل عن موضوع المدارس اليابانية. نقول لك باشا، دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن أن الرئيس السيسي هيفتتح يوم الحد الجاي 34 مدرسة يابانية بعد قبول 13 ألف طالب فيها، وكمان هيتم افتتاح مدارس المتفوقين في نفس اليوم. الدراسة في المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين هتبدأ بعد 10 أيام يوم 22 سبتمبر اللي جاي. خبر تاني بيقول بنك ناصر الاجتماعي أعلن عن برنامج تمويل سداد المصاريف المدرسية لحد أقصى 50 ألف جنيه بيتم تسديدها خلال 10 شهور بتوع السنة الدراسية، والبرنامج بيهتم أيضا بتمويل مراحل دراسية كاملة وبيتضمنها يعني، وبتكون مدة التقسيط على عدد سنوات الدراسة في المرحلة دي، المرحلة كلها، ودي كمساهمة في خدمة المجتمع وتخفيف العبء على الأسر محدودة الدخل. جامعة القاهرة تعفي أبناء شهداء الجيش والشرطة من المصروفات الدراسية.